عليكم أيها الأخوة والأخوات جميعاً ورحمة الله. وعلى هذا الصعيد نخاطب المجتمع الدولي ونقول بضرس قاطع إن أكثر من ربع مليون من شعب البحرين خرج في يوم 15 فبراير في موج بشري هادر يطالب فيه بحكومة تمثل إرادته وبرلمان كامل الصلاحية ونظام انتخابي عادل يبتنى على دوائر تقسم وفق مبدأ صوت لكل مواطن وقضاء مستقل عادل وأمن للجميع يحمى فيه الوطن كل الوطن. نرفع القبضات وتدوي حناجر الأحرار قياما على الأقدام صامدين صابرين هاتفين ثورة ثورة حتى الناس 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 إلى الوفد المعارض الذي سيذهب إلى هذه الأواصم، ولكن والإنجازات والحركة التصحيحية التي تضمن احترام الحقوق المدنية والسياسية للجميع.